الو، الو ايوه ده يا ابني. على طول كده عرفت يا كابتن ياسر. طبعا. ها طبعا. عرفت ازاي يا كابتن مصر؟ عرفت ازاي يا كابتن مصر بيقول لك؟ ما هو انا ما بقول له الو، يقول له الو على طول، على طول. فانا عرفت السي يعني، انت كلهم بنتكلم بعض طبيعي، اللي او احسن الو. فلو صوت واحد تاني من زمان هيقول له يا كابتن انا عامل ايه، هبدا. لكن اول ما قال له عرفت اللي ده، عرفت على طول. طب تتخانق معاه كتير انت في البيت؟ لا انت عارف الكبير ده بيبقى على طول، يعني بتبقى انت عايزه كويس وعايزه حاجات كتير، بتبقى عايز حاجه معينه فيه، فهو بيبقى في سن من في المراحل السنيه ممكن يعاند معاك. يعني ابنك ممكن يعاند معاك حتى لو انت رايك صح وانت وجهه نظرك صح، بس في الاول وفي الاخر الحمد لله. يمكن دي انا الحمد لله سايب، قلت لك سيبت ولادي علشان في المرحله اللي هم بقى يعني لازم يعتمد على نفسه. ممكن في يوم من الايام يبقى فاتح بيت، يبقى مسؤول عن اسره، مسؤول عن شخصيته، مسؤول عن حياته. فلازم يعني جه وقت من الاوقات كده انا اصطب، الا اذا هو حب ياخد رايي اوكي، حبيت انا ادي له نصيحه برضه اوكي. مش مشكله يعني. طب امال انت بتعنده ليه بقى يا ايهاب؟ مفيش، هو بس الفترة اللي هو بيتكلم فيها دي طولت شوية. طولت ازاي بقى؟ ما انا عايز اعرف. يعني خدت من 14 سنة لحد دلوقتي. مالك لغاية دلوقتي؟ هو كام سنة ايهاب يا كابتن؟ 24. 24 لسه يعني. انا متجوز صغير انا اصلا. انت انا متجوز 23 سنة. فايهاب عنده 24 سنة. 24 سنة. بسم الله ما شاء الله. بتتعاملوا بقى ازاي مع بعض في البيت يا ايهاب؟ لا مفيش، لا يعني انا بهزر والله، احنا اصحاب بنتكلم مع بعض كل حاجه. كوره معظم الوقت بنتكلم فيها اكتر حاجه يعني، بس هو بصراحه بيساعدني في حاجات كتير جدا. بغض النظر ان انا ساعات بختلف معاه ساعات كتير، بس بكتشف بعدين ان هو ده الصح يعني. لحقته وهو بيلعب كورة؟ أكيد طبعا يعني. لحقته وهو ولا بتلعبه في يعني رجع إنبي؟ لما رحت إنبي يعني فترة بسيطة، فترة بسيطة صغيرة. طب إيه رأيك في مستواه بقى؟ الابن بيقيم الأب. لا هو مش مقتنع بينا، خلي بالك. ايه ده؟ مش مقتنع. لا الجيل ده مش مقتنع بينا. لا والله؟ والله مش مقتنع. هم بيعرفوا يلعبوا. ما هو برضه بيقول عليها كده. اتفضل يا ايهاب. هو دايما يعني هو ما شاء الله سريع جدا، انا واخد منه الحته دي، فدايما هي يعني الموضوع ده ظالبني شويه، عشان دايما المقارنات بتبقى بيني وبينه. طبعا دي حاجه بتظلمني انا كلاعب كوره. ايوه هو طبعا سريع جدا ولعيب يعني، هو لو في الفتره دي بصراحه كان زمانه عدى من الناس دي كلها. هو كان زي ما بيقولوا يعني سابق عصره بصراحه، انا كنت بشوف دايما الفيديوهات بتاعته. يعني هو اول واحد عمل السيزر دي في مصر بصراحه. لا لعيب جامد جدا طبعا. نصايحك ليه بقى يا كابتن ياسر خلال الفتره اللي جايه؟ لعيب، ما هو نصايح عموما بيبقى ليهم، الجيل ده بيبقى صعب شويه اللي انت تنصحه، وخاصة انت انا ممكن انصح ابنك فيتقبل مني النصيحة. كابتن اسلام لما يجي ينصح ايهاب هيتقبل مني النصيحة. هي كده الكورة يعني عامة، بس بيبقى يعني بتبقى نصيحة اللي هي بتبقى حافظ على نفسك. اسمع كلام المدرب ما اسمعش، يعني حتى لو بقول لك وجهة نظر ليا. اسمع كلام مدربك ما اسمعش كلام انا، انا ممكن اقول وجهة نظر بالنسبة لنا، لكن تسمع كلام المدرب. اجتهد في تمرينك، ما تعتمدش على اللي انا لازم عنده طموح. يعني انت دلوقتي بتلعب في فرقه محترمه زي فرقه ترسانه، ما فيش شك كل حاجه، بس لازم يبقى طموح اعلى. لازم يبقى عندك هدف اعلى كده. انا دي نصيحتي ليه، ما تبقاش انت بتبص على مكان معين، كل ما انت بتبص لدرجه اعلى كل ما انت هتجتهد. بتيجي منين؟ من التمرين كويس، حافظ على نفسك، الماتشات الرسميه تبقى انت مركز فيها كويس، لازم تظهر بشكل كويس قدام الناس. نصايحه كلها نصايح عامه. عشان انا شايف ايهاب برضو في مكانه، المفروض كان يلعب دوري ممتاز ولعب ماتشات قبل كده مع فرق الدوري الممتاز، كلهم يقول لي انا كنت مفكر عندك احمد بس. فقلت لهم لا، ايهاب كمان ملعب، يقول لي كويس جدا، منهم الكابتن مختار السنه دي. لعب قدام الانتاج الحرب ماتش قابلني هو شخصيا، قال لي تهايل ونفس ستايلك والسرعه. قلت له بس هو حظه بيلعب في الممتاز بيه، مش مشكله يعني. بس هي بتاعت ايهاب، انت عايز تبقى في الدوري الممتاز وعايز تكتر وفرقه والفرقه تشتريك، بتاعتك انت مش بتاعتك انت صح. انا عمري ما اكلم مدرب اقول له النبي عشان خاطر يخدني، ما ينفعش. ما فيهاش كده. ايهاب بيجي يتفرج عليك كابتن ياسر في ماتشات ولا لا؟ لا. لا بقى لي فتره طويله ما بروحش. ليه بقى؟ انا ما بروحش الاهلي خالص من ساعه ما سبت النادي، ما
ما افتكرش ان انا رحت النادي تاني خالص. ما دخلش النادي بصراحه بتاع الاهلي. لا هو بيجي يتفرج على ماتشات ليك ولا لا؟ ابويا لا برضه لا السنه دي لا، لكن السنه اللي فاتت كنت هو في اتحاد الشرطه، كنت رحت له كذا ماتش يعني. لا اتفرجت عليه. ما هو الترسانه اشتريته من اتحاد الشرطه، بس قلت له مستواك او لك ده كان الداخليه الشرطه ولا الداخليه؟ الداخليه اخر سنه. لا بعد الشرطه بعد الداخليه راح. قلت له انت اللي خلى رئيس النادي الترسانه الحاج طارق يشتريك او النادي الترسانه يشتريك ليه؟ عشان انت ظهرت بشكل كويس، مش عشان انت ابن ياسر. لا ماليش دعوه. لا هو هم عارفين كده، مفيش الاسم ده. فرق معاك يا ايهاب يعني في حياتك عموما؟ اسم والدك فرق معاك؟ بصراحه فرق معايا جدا. فرق معاك ايه بقى؟ كان موضوع يعني انا دايما بحط في دماغي الناس شايفاني دي حاجه طبعا مش صح. فدي كانت حاجه عطلتني كتير، ان انا مركز ان ده بيقول عليا ايه، ده مش عارف بيقول ايه. وهو الكلام ده كده كان موجود في الكوره. كان المفروض ان انا ما ركزتش في الكلام ده. بس الكلام ده بصراحه خد من وقت كتير يعني. انا لحد دلوقتي بحاول ان انا اشيل الموضوع ده من دماغي. دايما المقارنات كانت دايما يعني انا غير احمد، عشان انا كنت يعني انا بلعب في نفس المركز بتاع ابويا. فدايما المقارنات بتبقى زياده شويه، تبقى اكتر. كان بيعمل مش عارف ايه، ده مش زيه ليه. لكن احمد فروت فستايل مختلف بطريقه ثانيه، فهم مش بيبقوا مركزين معايا زي ما كانوا مركزين معايا. بس تمام. ولا انت اللي مركز معاهم يا ايهاب؟ ها؟ بقول له انت اللي مركز معاهم. ما انا برضه مركز. مركز مع الاثنين. مركز مع الاثنين قوي. تتمنى الإيهاب ايه يا كابتن ياسر خلال الفتره اللي جايه؟ لا انا ان شاء الله باذن الله عشان انا عارف انا ما بجاملش، ما بحبش اجامل. هو يلعب دوره ممتاز وستايله وسرعته سريع جدا، اسرع مني. مش بتكلم عشان ابني، عشان هو اطول، واخد برجل زي مصطفى عبده كده، كابتن مصطفى عبده. فهو اسرع. بس يبقى لازم يجتهد كويس قوي قوي قوي، ولازم عنده طموح. فانا بقول له الترسانه طبعا نادي محترم، بس دي خليها محطه في حياتك. بس بعد كده يعني حاول بقدر الامكان تسعى ان انت تروح مكان تاني. انا ما بحبش حتى يعني انا عن نفسي اساله، يمكن هو معاه لواء، هو ما معهوش وكله، ما فيش غير احمد هو اللي معاه كابتن نادر شوقي، وايهاب ما معهوش وكيل يعني. ما معهوش وكيل، انت عارف برضو الوكله بيتحركوا، سايب ولا بتصل بوكيل ولا بقول ليه. اما بتتصل بوكيل، الوكيل يكلم مدرب، المدرب يفكر ان انا اللي مكلم، قصه كده مش حبيبه. لكن هو لما بيتنقل من نادي لنادي بمجهوده. انت بعد كده، انا بعد كده يعني ان شاء الله باذن الله اذا اجتهد وربنا كرمه لستايله، ستايل دوره ممتاز. حتى مش بتكلم مع احمد كشري، كان ماسكه فتره قال لي يا ياسر ايهاب لعب كوره كويس جدا، بس ويمشي برضه في الدوري الممتاز بيه. بس انا بقول لك انا لو مسكت فرقه دوري ممتاز اول واحد اجيبه. ليه؟ الدرجه الممتاز بيبقى فيها شويه عايزه لعبكه شويه. ايوه بالظبط كده. فهو ستايله يمشي دوري ممتاز، كوره لعبكه في الكوره يعني كله. فهو ان شاء الله باذن الله يكون قريب من ربنا رقم واحد، ويجتهد في التمرين، ويجتهد ويسمع كلام المدربين، ويسمع وينفذ، ويبقى عنده طموح اللي هو ياخد درجه ثانيه في حياته يعني. طيب ايهاب لو عايز تقول اي حاجه لكابتن ياسر. لا هو طبعا ساعدنا في حاجات كتير جدا في حياتنا بصراحه، بشكره على كل وقت معانا الفتره اللي فاتت دي. وان شاء الله اشوف احسن حته كده باذن الله. تمام. انا بشكرك ايهاب، شكرا جزيلا ايهاب ياسر ريان.